السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي، مرحبا بكم من جديد على قناتي. إذا اليوم إن شاء الله سنتطرق إلى شرح ديجيتال تيم سويتش أو ما يسمى بالفرنسية بالمينيتري نيميريك، أي عداد رقمي. بالنسبة لأول شيء غادي نشوف المينيتري نيميريك هو التغذية أو الاليمونطاسيون. كما تشاهدون كل شيء واضح. بالنسبة لل يعني الفاز، وهنا نجد الان النتر كما مكتوب هنا 250 فولت، يعني الاليمونطاسيون 220. بالنسبه كما تشاهدون لي كونتاك، عندنا ان كونتاكت اللي هو كيتسمى الكومه الكات، يعني كونتاكت فيرمي يعني هو الدو، ان كونتاكت اوفر اللي هو السانك. بالنسبه لينا حنا هذا المينيتري نيميريك نستعملينه في هذا الطابلو الكتريك لكليراج اكستيريور. ممكن انه تستعمل بالنسبة للحقول الزراعية، انه هو اللي يتحكم لك في لي بومب. هذا الشيء نشوفه ان شاء الله في فيديوهات اخرى ان شاء الله. بالنسبة لهنا كما كنشوفو النتر والفاز، كندخلو في لوكات يعني لوكومة، يا اما فاز ديال 220 او لا ممكن ان ندخلو 24، لان بالنسبه لهنا شبيهه بان رولي ابروش او لا ان رولي سامبل، يعني اللي غندخل في الكومه هو اللي غيخرج ليا من الكونتاكت اوفر، هو اللي غيكون عندي ديجا خارج ليا من الكونتاكت فيرمي. بالنسبه لنا هنايا كناخذو النتر من ديجاكتور بيبولير والفاز حتى هو ديجاكتور باش تكون ليا بروتيكسيون كما كتشوفوا. بالنسبه لهنايا عاودنا خدينا نفس الفاز هو اللي دخلنا به الكومه، هو اللي غيخرج ليا من هنا باش نكومونديو به ان كونتاكتور. حتى النوتر الى تبعناه غنلقاو بانه جيني من المينيتري نيميريك. دونك حنا هاد المينيتري كنكومونديو به ان كونتاكتور اللي هو اللي دايرين فيه لي فاز ديالنا اللي غيمشي ليا ليكليراج اكستيريور. ممكن دير لي لامب، ممكن دي بروجيكتور على حساب ليتيليزاتور. بالنسبه للبروغراماسيون سي تري سامبل. بالنسبه لاول حاجه ملي كيكون باقي عندنا جديد، اون فوا كتشعلو كتعطي لاليمونطاسيون كتكونفيكري اول حاجه اللي هي لوغ موني، كتدخل بروغرام اول حاجه كدير كري. بالنسبه لينا هنايا حنا ديجا عندنا واحد يعني مكليين، غنديرو فيريفي باش نشوفو اشنو دايرين عندنا. دايرين ان لو لاندي كيدير لنا لاري مع 47 دقيقه، والاون مع 7 و10 دقائق. مغدي نفس الشيء، يعني لا سومين كامله غنلقاو فيها نفس الشيء. الى بغيت موديفي اي دي موديفي كندخل ان فوا مثلا كا اكزومبل ناخذو انني بغيت فلاندي، يعني اي حاجه دابا درتها غادي تابليكا ليا على لا سومين كامله. بحال دابا غندير لاندي، غندير اوكي. بغيتو يطفى مثلا مع 7، يطفى ليا مع 7 و45، كندير اوكي، كنعاود اوكي. فوالا بالنسبه لي زوتر ريغلاج سامبل، داتيور مانيال ما كنستعملوهاش، كونفيك باش تعاود تكونفيكيرين الا بغيت ترجعو للزيرو. يعني سي تري سامبل، وفي نفس الوقت بانه كيحيد عليك العناء ديال تبقى تجيري الكليراج ديالك اكستيريور. هذا بديل لي فوتو سيليل، يعني يمكن لنا نستعملو في الكليراج اكستيريور عن فوتو سيليل. كنتمنى يكون الشرح نال الاعجاب ديالكم، واللي عنده اي تساؤل يخلي ليا كومونتير تحت الفيديو. وشكرا لكم على المشاهده، الى اللقاء في حلقه قادمه ان شاء الله.